إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن جهل الصلاة على محمد. وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك مثل الرمال تكفر بالصلاة على محمد، فلا تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد، فإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. فموسى نبي الله يتمنى أن يكون من أمة محمد حتى يدخل في شفاعة محمد، ألا فيا من تريد أن تدخل في شفاعة محمد عطر فاك والكون كله بالصلاة على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الأوالي وصحبه من ولا. مقطع في 58 ثانية، أرسله أحد الفضلاء وفيه أحد الصبية وهو ينشد: إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، اللهم صل عليه وعلى وصحبه وسلم، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، عند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد عليه الصلاة والسلام. نقول: لا شك أيها الكرام الفضلاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضلها عظيم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضلها عظيم، وجاء فيها أحاديث كثر وصنفت فيها مصنفات، ومن أمتع ما أنت يعني قارئ وراء في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتاب جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن قيم الجوزي المتوفى سنة 51 و700، كتاب ماتع وكتاب جميل جدا ينبغي لكل مسلم أن يكون في مكتبته، جمع فيه أكثر من 600 حديث ونيف وأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هذه القصيدة فيها من المخالفات الشرعية شيء الكثير، يعني هذه القصيدة فيها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير التي يجب أن نتوقف عندها أيها الكرام الفضلاء. أولا، لما قال هذا المتكلم وإن شئ فلا صوم يصح ولا صلاة إلا بالصلاة على محمد، نقول: لا علاقة لمسائل الصوم في صحته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا علاقة للصوم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا هي من أركان الصوم ولا هي من واجبات الصوم ولا هي من مفسداته ولا هي من مفسدات الصوم، وهذا موجود معروف في كتب الفروع من كتب الفقه، فهذا تقول على الله بغير علم، والله عز وجل يقول: من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام والله يهدي القوم الظالمين، وهذا يعتبر من الفتية ومن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. هذه مسألة. المسألة الثانية، لما قال أيضا: والصلاة لا تصح لمن جهل الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الفضلاء الكرام في الصلاة يعني في التشهد الأخير هي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، منهم من قال أنها ركن أو فرض، ومنهم من قال أنها واجب، ومنهم من قال أنها سنة، فنجد الحنابلة وهذا هو المذهب، وكذلك الشافعية واختاره ابن القيم رحمه الله، وقول لبعض المالكية وليس المذهب، اختاره ابن العربي واختار الشيخ بن باز رحمه الله على الجميع، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية أعني في التشهد أنها فريضة، أنها
فريضة، فمن لم يفعلها تبطل صلاته. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والظاهرية وابن جرير، اختاره ابن عثيمين وذكره ابن المنذر رحمه الله وعده الإمام الطبري أنه إجماع وهو قول الجماهير، وعد قول الشافعي فيه أنه شاذ، أي أعني أن من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تبطل صلاته، أنه أول أنه قول أولى أنه قول شاذ كما ذكر في تفسيره، وأيضا ابن بطال في شرح البخاري والقرطبي المالك في التفسير وابن جرير أيضا في التفسير القول الثاني أنها ليست بواجبة، أي ليست بركن لكنها سنة، فمن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الصلاة البقيمية صحت صلاته ولا شيء عليه. إذا عندنا في المسألة قولان، فلما تأتي أنت في بيت من الأبيات الشعرية ثم تقول أنه تبطل صلاتك بذلك، نقول إذا هذا أنت خالفت في أقوال الجماهير. وإن كنت أنا من الذين يرون بقول الإمام الشافعي وقول المذهب عند أحمد واختيار ابن القيم بن باز أن من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني فإن الصلاة باطلة، لكن أنا لا ألزم الآخرين، وهو قول الجماهير الذين يرون أنها سنة كما حكيت لكم، هو الرواية الثانية عند أحمد وهو قول المذهب عند المالكية والحنفية والظاهرية وابن جرير وابن عثيمين وابن المنذر حتى حكي عليه الإجماع. فلذلك الإنسان ينبغي مثل هذه الأمور أيها الكرام الفضلاء لا يلزم الناس بملزوم نفسه. ومسألة الشعر، والشعر فيه حق وفيه باطل، أما أنك تقول الصوم لا يصح والصلاة ما تصح إلى غير ذلك، نقول هذا تقول الله بغير علم. ثم بعد ذلك وإن شئت بالقبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، نقول أيها الكرام الفضلاء إن هذا استحباب، نعم، وهذا الذي أنا أجيب به من يسألني، أن من أدب الدعاء أن تبدأه بالصلاة على النبي وتختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي سمع رجلا يدعو فلم يصلي على رسول الله، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليثني على الله ويحمده ويصلي عليه. وفي حديث عمر دعاء موقوف بين السماء حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم قالوا إن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب وفي مجموع فتاواه المكتوبة، فلو دعا ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يرجى له قبول دعائه ويصح، لكن الأفضل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. للحديث المتقدم آنفا، وجه الدلالة فيه أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وأن ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، بناء على هاتين القاعدتين. النبي سمع رجل دعا، لا ما قال له روح يرجع وعيد الصلاة وعيد الدعاء مرة، هذا فإن دعاءك لم يقبل، بل أقره على ذلك، لكن تكلم فيما هو أفضل وأحسن، قال عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليصلي عليه. ثم بعد ذلك لما قال فله ضعف الحسنة إلا بتكرر الصلاة على محمد، نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والدليل الصحيح الصريح حجة على من لا دليل عنده. نقول نعم، حديث مسلم صلى علي صلاة، صلى عليه عشر، صلى عليه عشر، صلى عليه مئة، لكن ورد الحسنة تتضاعف من أعمال أخرى، كمن قال عليه الصلاة والسلام من طاف حول البيت أسبوع كمن اعتق رقبة، ومن قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف، فالحسنات تضاعف من أعمال أخرى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لصلاة المكتوبة كأجر الحج المحرم، وركعتي الضحى تعدل عمرة، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودلت الأحاديث الكثيرة على أن الأعمال تضاعف من أعمال أخرى. فلا يظن ظان أننا لما نتكلم عن هذا نهوي من الصلاة على النبي، لا، هذا كلام باطل ولا نقول به، نعوذ بالله من ذلك، لكن نقول إن هذه القصيدة وهذا الكلام هو هي اللي باطلة، وينبغي نحن نوجه وننوي عليه حتى لا يدلس على الناس بمثل هذا القول الباطل. مثل هذا القول الباطل، وطبعا القصيدة منتشرة في الفيسبوك من أكثر من 10 سنين، يعني هي موجودة، وأيضا يخرجون بعض المذيعين وبعض مقدمي البرامج الدينية يقولوها، بما منهم من حتى يحمل لدرجة الدكتورة أن يقولها ويجهل ما فيها
الامور العظيمه. وقال وان كان ظلمك مثل الرمال تكفر بالصلاه على محمد. يقول بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: اجعل لك من صلاتي، حديث ابي بن كعب قال: اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، وعلى قول من قال بصحته الشيخ الالباني وبه اختار ايضا هذا القول. لكن هناك ذنوب لا تكفر الا بالتوبه، ما تكفر به الا بالتوبة، كمن يأتي إلى القبور ويشرك برب العالمين العزيز الغفور تبارك وتعالى إلى مثل هذه الأشياء الباطلة التي يأتي بها. ثم بعد ذلك يقول في مثل هذه الأمور أيضا، وفي مثل هذه الأبيات من أبيات التي ذكرت في هذه القصيدة: وعند القبر ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك فقل لهما محمد. نقول هذا طبعا تهوين لأمر التوحيد، لأن السؤال الملكين في القبر يسألونك: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإنك أنت لما تجيب فقط على هذا ولا تجيب ربي الله ودين الإسلام، فإنك بذلك تكون قد رسبت في هذا الاختبار في سؤال الملكين. فعلى كل حال يعني هذه القصائد إنما يشرح بها بعض الذين يزعمون حب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بعيدون عن ذلك والغون في الشرك والطواف حول القبور والأضرحة والبعد عن فاطر الأرض والسماوات. وعلى كل حال فهذه قصيدة باطلة لا أنصح بتداولها، ولا أنصح بأن الناس أنهم يتداولون فيها وينشدونها. أما فضل الصلاة على النبي فوضعها عظيم وأمرها جليل، وكما قلت لك فيها كتاب جلالة فضل الصلاة والسلام على خير الأمن ابن قيم الجوزية رحمه الله، ولقد شرحته في 4 سنوات موجود على القناة عندي على قناتي على اليوتيوب. فهذا كتاب ماتع جميل. وأيضا فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يكن موحدا، لم يكن على التوحيد، فلا تفيده صلاته على النبي شيئا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو أنك كنت موحدا ولم تكن مكثرا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحوز وتجوز إن شاء الله عز وجل، وإن أدمنت الصلاة على النبي الليل والنهار ولكنك أتيت بناقض نقض الإسلام ولم تكن موحدا وليس على الجادة، فلا تفيدك صلاتك على النبي شيئا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما تيسر إرادة وتهي عدد عن الله على ذكره وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. أخير الدعوة الحمد لله رب العالمين، وأكمل الصلوات على النبي هي الصيغة الإبراهيمية، وليس فيها سيدنا كما يقول بعض الجهال، إنما فيها اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وارزقنا اتباعه يا رب العالمين، واسقنا من حوض شربة لا نضر بعدها أبدا. تم السلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلى والإثم، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما لها قوم لي ورفعوا داخل الدعوة، الحمد لله رب العالمين.